أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذه امرأة تقول إن لديها ولد يدرس في تحفيظ القرآن ويستلم مكافأة شهرية وأمه عليها دين، هل لها أن تأخذ من مكافأته وتسدد دينها؟ نعم، إذا كان هذا ما يضر الإبن، ما يضر الإبن ولا يحتاجه الإبن، فلها أن تأخذ من ماله. قوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. قوله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فإذا كان هذا لا يضر الإبن ولا يحتاجه الإبن، بل هو فاضل عن حاجته، فلا بأس أن تأخذ منه.